طيب انت ما عندك شغل؟ في ايام شغل ايام ما في شغل. شو بتشتغل؟ بالموبيل يعني الحاف. وده يوم وده يوم حسب ايام بيعطوك 50 ايام بيعطوك 60 حسب بالله بالله حسب الشغل. 13 the six of them living in this house including him and his wife. The roof's leaking everywhere, like we've seen in every house we've gone into. It's all leaking. The beds, they're showing us the mattress, how it's gotten damaged from the water. What they've had to put under the bed to stabilize the bed because of the water damage. This guy works. His daily wage is anywhere between $2 to $3 a day. Mm. If he gets a day or two. هلا اكلنا زعتر الصبح وهلا كنا ناطرين الوجبه اليوم متاخر وحلاوه من هاي اللي جبتونا اياها اي والله العظيم لانه ما في موز as you see here there's we asked what they eat she goes we ate oregano zaatar oregano and they're waiting on the brothers here to bring the hot meals to them and you know, I hold that hot meal we'll get a family going who needs it but if I was to bring it to our families we would need triple that and some of it will get thrown out هلا يعني اذا الشباب ما جابوا لكم اكل شو بيصير؟ ليك بلم شوية بلاستيك طلع ببيعهم في يوم عم بتناموا فيه جوعانين هلا جوع قول ما هلا كان العاش اللي بيعطينا اياه غير 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 بعد ايام في ايام ايام ما بحكي انا جوعانين كيف؟ بعد ايام شو بيصير؟ ما بيكون عندنا لا خبز ولا اكل هو ما قال لي انا بدي احكي شو بتاكلوا؟ شو باللف زعتر هلا بهالقعوش جبنا الحمد لله في حلاوه بناكل والله اوقات ما بناكل الحمد This is another family we've gone into. Kids cry to sleep or kids ask for food before they sleep. This guy was actually embarrassed to say it and he goes if I can't I'll just go collect some plastic try and sell it. And they بيجيب لك كيلو من البلاستيك. شي 3000 او 3500. So to collect a kilo of plastic is like I would say what, like 30 cents, 10, 20 cents. هي 3 مليون ليرة. الله يحوض عليكم يا رب، أنا تجيب غوز. طيب، شو غوز؟ هذا جيب لأولادك شو بيستحموا. وإذا بدك تخبي تخبي وبدك تجيب غوز غوز جيبه. بس ما هلا الشباب كمان عم يوصلوكم كل يوم. وبرمضان إن شاء الله. وأنا هلا بعد ما عم شوفه عم كبر الحصة عم كبر. حتى هلا برمضان حنخليهم يوزعوا كمان حتى في سحور بقلب كل وجبه الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يعود عليكم يا رب بسطتوا هيك الله يعود عليكم والبنت انبسطت انبسطت ليك الله يعود عليكم